الدور ديال وصال هو لا قول انا دورك. غنقدم الدور ديالك وانت قدمي الدور يلا ديالي. غاز الدور ديال وصال هو ديال سلمى بنت حكيم بن عمر، عائله اللي كتملك واحد الارض، غينوض عليها واحد النزاع من بعد، مجموعه ديال الشخصيات ديال المسلسل اللي عندهم مصلحه في هذيك الارض، وغادي نكتشفوا شكون اللي عنده الحق شكون اللي ما عندوش الحق، شكون اللي غادي يربح شكون اللي غادي يخسر. هي كتبقى الشخصيه ديالها شخصيه ديال البنت، عندها كاركتير وعندها اون امبيسيون وكتحب الاستقلاليه، وماشي من داك النوع اللي هي فخوره بزاف بالاب ديالها كاسم، ولكن كتبغي تخلق الاسم ديالها وتكون فخوره بالانجازات ديالها. بيرسوناج ديال بوحسيني هو بيرسوناج ديال منير يكون صعب يعطيك الخير والصراحه غيكون صعب. ايوا غادي يحاول في الاول غنكون خطيبته، ولكن غيطرو بزاف المشاكل اللي غنكتشفوا على حقيقته، وغنكتشف بانه مخبي عليا بزاف الحوايج اللي ما كنتش انا عارفاهم، حتى غنعرفهم او كور دو لا سيري. هو ان فيت كيبين ليا اون فاساد وهو عنده اون اوتر فاساد. هو انسان كيبان ليا انسان ظريف، انسان كيبغيني، انسان خايف عليا، بغي يتزوج، وحاجه اخرى اللي غنكتشفوها من بعد في المسلسل. وهو حتى هو كيحوم على مسك الليل اللي كيدور عليها المسلسل كامل. صافي انا شوف نقول لك واحد القضيه، ما عنديش كنقدر ما نفضلش زعما دور سي فري كو في لاكارير ديالي لعبت بزاف ديال لي بيرسوناج بوزيتيف، مي ماشي شرط انه لي بيرسوناج يكون لو بيرسوناج اللي كنلعب يكون بوزيتيف. في هذه الحاله هذه انا لعب ان بيرسوناج نيجاتيف، ولكن عنده علاش فهمتيني، عنده الدوافع ديالو، عنده القناعات ديالو باش يوصل لداكشي اللي باغي. اصعب مشهد اولا بالاحرى اش صعب موقف غيتحط في هذا الكوبل هو واحد لاغريسيون غادي يوقف عليهم واحد خينا وغادي يغريسيهم، وهنا كتبان لا رياكسيون ديال كل واحد فيهم قدام هذا الموقف. هذا ما بغيتش نقول لكم الموقف كيفاش غادي يسالي، ولكن موقف ناقشناه بزاف في البلاطو زعما اون باراليل مع لا سيكونس. انا وصال والمخرج والممثلين اللي كانوا حاضرين والكوتش، كل واحد كيعطي رايه في هذه الحاله هذه، لا تعرض هو لهذاك الموقف مع الانسان اللي كيبغي ولا مع الانسان اللي خاطب، كيفاش غادي يكون الموقف ديالو في ديك الحاله. هذا الموقف سي سيتواسيون تقدر تحط فيها كل نهار ان كوبل، وغتشوف كل واحد كيفاش غيتصرف، اللي كيبغي بصح كيفاش غيتصرف، واللي ما مسوقش وغنفهمو من بعد بانه عاد فهمنا الموقف ديالو علاش دار بحال هكا، غيتصرف التصرف اللي غادي يدير منير بلا حشيه الهضره. انا ضد هذه الفكره ديال انه مسلسل ولا فيلم يكون حامل رساله، هو كيكون حامل مواقف انسانيه اللي كيناقشها، ولكن كيناقشها من مواقف، ما كيناقشهاش من باب انه كنعطيو موعظه ولا كنعطيو خلاصه ديال 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 التجربه، لا كنعطيو تجربه في حد ذاتها. المسلسل هو تجربه انسانيه، مجموعه من الشخصيات، ممكن الجمهور كل واحد يشوف راسه في واحد الشخصيه، والمواقف اللي كيتعرضوا لها الشخصيات كتخلي ان المتفرج يطرح مجموعه من الاسئله يفكر فيها، ويقدر هو هذاك المتلقي هو اللي يلقى ليها خلاصه او اللي يخرج منها برساله. اما ماشي ضروري حنا نعطيو رساله واضحه زعما، هذاك حنا كنعطيو موقف انساني والجمهور عليه انه يحلل هذاك الموقف ويخص تخلص منه داكشي اللي باغ. انا هذه التجربه الثانيه ديالي مع مراد الخوضي. صراحة هو إنسان ناجح بزاف وكيعرف كيفاش يكادغي الممثلين، يعني كيفاش يوجهك، كيفاش يعطيك نصائح، كيفاش يشرح لك لا سيتواسيون، باسكو هو كيكتب أوسي دونك كيفهم أكثر المسلسل، ماشي بحال جوست أن رياليزاتور، هو كيكتب وكيرياليزي أون ميم طون.
دونك زعما كي كيورينا كي كادرينا و سا سي امبورطون سورتو بور لي جون كوميديا. انا بالنسبه ليا مراد من انجح الممثلين اللي كاينين في الساحه الوطنيه، انجح المخرجين اللي كاينين في الساحه الوطنيه، وانسان اللي كيجمع ما بين مجموعه من الممثلين من توت لي جينيراسيون، من اللي يلاه بدا ومن القدام، ولكن اللي قادر انه يحطك في واحد لومبيونس ولا في واحد الاتموسفير اللي ما فيهاش هذا الفرق ما بين الممثلين، كيحطك في واحد الاتموسفير اللي كيولي كل شيء بحال بحال، كل واحد كيدافع على شخصيته بطريقته، كيعطيك واحد كيحمسك وكيعطيك واحد المجموعه ديال 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 التوجيهات اللي كتخليك انه كتولي تفكر في شخصيتك وكيفاش غتطورها. التطور ما من المتلقي العادي يقدر يقول لك هاد الهضره هادي، ولكن انا كتبان لي انه المغرب الساحه الفنيه كنظن انه احنا قراب من اكثر من اي وقت قبل انه ندوزو لشي مرحله جديده اللي تكون فيها الانتاجات تخرج شويه على المغرب ويشوفوها في بلايص وحدين اخرين، كسوا بلغه مدبلجه او لا بلغتنا او لا، كنظن اننا وحنا واجدين ندخلوا لشي مرحله جديده وما خصناش نتانستالو بزاف في هذه المرحله اللي حنا فيها. حنا فرحانين بها بطبيعه الحال، كاينين انتاجات كثيره، جو سوي فيغ كاع الانتاجات اللي كاينه، كاع الحركه اللي واقعه، ولكن كنظن انه خصنا ندفعوا السقف عاوتاني ديال الطموحات شويه الفوق ونتبعوها. كلمة أخيرة كنقول لكاع الناس اللي كيتبعوني ميرسي بوكو، شكرا على التشجيع ديالكم، و كنقول لكم تبعوا هذا المسلسل لانه فريمون مسلسل غيعجبكم، فيه شخصيات بزاف وفيه بطولة جماعية، يعني كل شخصية غادي تعيشوا معاها الأحداث ديالها و غتعيشوا معاها حياتها وأحداث ديالها، دونك كنقول لكم تفرجوا فيه فوالا. وحتى أنا كنقول لكم تسناونا في هذا المسلسل بيا ولا بيك مع تلة من الممثلين، من أحسن الممثلين المغاربة، مع مخرج رائع وكتاب سيناريو محترفين وإدارة إنتاج متألقة وناجحة، وكنهديو لكم هذا العمل هذا، ونتمنى إن شاء الله يكون التفاعل ديالكم معاه، ومرة أخرى إن شاء الله نعود نتلقاو تاني في لالا مولاتي. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.